السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم نوال، في عمري 40 سنة، ماشي متزوجة لحد الآن، مازالني عاتق. دعوا لي كامل معكم ربي يجيب لي نصيبي. اليوم مش راح نحكي قصتي، راح نحكي قصة اختي الغريبة اللي ما راكمش رايحين تستناوها، والعملة اللي دارتها مع بابا مسكين مريض لغالب. نبدأ لكم بحالتنا المادية ومعيشتنا كيفاش كانت من قبل. كانت مليحة وحاجة ما خصتنا، بابا كان يخدم تاكسيور وكان بصحته وبخيره، بصح المشكل ما كانتش عنده خدمة مستقر فيها يخلص وعنده لاسيرانس عادي، المهم ينافيقي النهار وناكل ونشرب ورانا عايشين في دارنا. خويا المتوسط كبر شوية ولا في عمره 16 سنة، ثم ولا يتبع فيه هذوك الذر نتاع دعاوي الشر. كل حق لسن 20 سنة كان جانا خبر من عند الجدارمية بريح حتى للدار، يحوسوا عليه لأنه كان تورط في المخدرات مع هذوك الأولاد. بابا كان لا حول ولا قوة، دايما يحاول ينبهو بصح ماشي عارف بلي راهو ماخذ الطريق اللي ماهيش مليحة. راكم تعرفوا جيل دركا شحال واعر. ثم كان بابا خذا صدمة في حياته، طلعت له لاطونسيون 22، كان تعوق حكمه شلل نصفي، ولا قاعد فوق كرسي متحرك وبصعوبة باش يروح يتنقل من جهة لجهة. اصلا احنا الحالة جاتنا صعيبة وما والفناش باللي بابا من الخدمة والعز اللي كنا فيه ولينا في اسفل السافلين. تخيلوا مرات يلحق نهارات والله ما ناكلو فيه ولا نشربو، لانه خلاص المصدر اللي كان يجينا منه رزق راح. حتى خويا هذا كان من داك ينافيغي ويجيب للدار، ثانيك ما كاشو ودخل الحبس. لهذا ولينا احنا البنات نعتمدوا على روحتينا. انا كنت شريت ماشينه نتاع خياطه بالطوموبيل اللي كان باعها بابا، عطانا كامل مصروف. اما اختي الثانيه كانت كملت قرايتها وصمت باش تولي تخدم بالنيفو نتاعها، ما حبتش الصنايع. وحبيت نفتح قوس ونقول لكم اختي هذه كانوا خطبوها ناس كي كان بابا بصحته وقع، لكن طولوا 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 باش داروا العرس. وللاسف الشديد نهار داروه صارت الكارثة اللي ما يتوقعهاش العقل. اختي بعد مدة طويلة من الخطوبة نتاعها قعدت دايما تأسيستي على خطيبها باش هكذا يديروا العرس، لا بغى يسكنوا في قربي معليش، بصح هو كان يقولها لا لا اصبري حتى نكمل الدار. هو كان ناوي يدخل هو وياها كيف كيف، هذا كان شرطه هو، اما هي والله ما كانت تقول حتى حاجة. وحبيت نقول نقطة مهمة على اختي هذه، هي كانت تداصر البنات هذوك اللي مرفهات ولاباس بيهم، يعني شايفة روحها الفوق الفوق. وحتى ولو حانت لنا المادية تدهورت ولا ما عندناش دراهم كيما كنا، هكذاك وحباباتها وحتى خطيبها ما تبين له والو، وجامي ولا تقول له زعما استحقيت حاجة، ولا تبين له باللي هي فور وخلاص. كي سقسيها تقول لي ايه باش ما يحقرونيش، هذه هي لازم تعامل معاه كيما نهاك. المهم مرت الايام، الحق واحد الوقت اللي كان فيه عيد الاضحى، صراحه وما نخبيش عليكم ما عيدناش اصلا، منين رانا رايحين نجيبو الدراهم يا دوب نجيبو هذيك اللقمه اللي ناكلوها. اختي كانت خزرت وقالت لي لازم علينا نذبحو، ما كاش كا كيفاش نقول لخطيبي باللي ما ذبحناش. خزرت وقلت لها ما نقدرش انايا، راكي تشوفي فيا اني نافيكي غير منو من، وتاني ما كاش اللي راه يعاون فيا، يما مسكينه تبيع غير في المعارك تضل محروقه ومقابله هذيك الطابونه باش هكذا حتى هي تساهم وتعاون في هذا الدار. لكن اختي ما كانتش تتفهم هاد الحوايج، مع انه احنا كنا نوفروا لها كل حاجه كانت حابتها. المهم انا داوزت معاها، ومن هذاك النهار حسيتها باللي ولات تكرهني وما تحبنيش. وبعد ما كانت مداصرتني وتحكي لي امورها واسرارها، جبدت روحها خلاص، قالت لي مادام ما شريتي ليش كبش وحطيتي لي نيفي في الارض قدام خطيبي خلاص. ثالث يوم نتاع العيد كانوا قروا باش يجيبوا لها المهيبه، احنا حضرنا ودرنا كامل اللازم اللي علينا. اما اختي هذه كانت خزرت فيا وقالت لي واحد الحاجه اللي خلعتني، قالت لي ردي بالك تجبدي على بابا باللي تعوق. خسرت وقلت لها علاش ما خبرتيش راجلك، راهم فاتوا سنوات يا محاينك. خزرت فيا وقالت لي انتي راكي مهبوله علاش، وين شافني باش انا نخبره. يما دارت لها اللي ما يندارش وقالت لها باللي هذه حاجه راهي جايه للحس ماشي للدس، لازم عليك تقولي له وتصارحيه، غدوه من غدوه يعرف من ناس واحد اخرين يقول لك كذبتي عليا. شافت فيها وقالت لها ما كاش اللي راهو رايح يخبره، ديجا هو راهو ساكن في ولايه اخرى، واش عرفوا اسرار دارنا لو كان ما ننطقوهاش من فمنا. احنا سكتنا وضربنا النح، مع انه انا ما عجبنيش الحال خلاص خلاص.
استدعت كامل عمومي باش هكذا يحضروا في المهيبه نتاعها ويديروا الواجب في غياب بابا. نوضنا كامل مع صباح، من بعد انا رحت لعند بابا كسل في لا شامبر وخبرته باللي اليوم نهار مهيبه ولازم عليه يكون حاضر. شاف فيا وقال لي لا لا يا بنتي، راهي اماني قاتلي باللي ما تخرجش. اماني هذه اختي اللي مخطوبه وراهي حتزوج. قلت له هاك مليح بابا، راك في عقلك، كيفاش قتلك ما تخرج؟ ما انت ما تخرج تحكم فيك هادي. ايا نوض نوض بابا نجبد لك قش بطبع دوك نبدل لك نرجعك عريس. وقال لي لا لا يا بنتي ما رانيش حاب المشاكل، ديجا رجلي راهم يسطروا، راني حاب غير نتكسل. المهم انا رحت درت لها اللي ما يندارش، لقيتها تعدل في روحها. قلت لها اسمعي، انت اللي خبرتي بابا ما يخرج، حرام عليك، عيب واش راكي ديري يا طفله. انا على ابليس السيد هذا راهو رايح يعرف يعرف. خزرت وقالت لي يا الغيوره يا الحساده، علاش راكي ديري لي كيما هكذا؟ بقات تسوغ وغير تبكي. من بعد سمعت بابا قاعد يعيط لي باسمي، رحت ليه قال لي اتحدني وسكتي علينا خلاص، انا اللي ما رانيش حاب ماشي هي اللي قاتلي. خبرتك بواش هدرت وندمت، يا ربي علاه راكم تعملوا لي كيما هكذا. المهم انايا ما حبيتش نكبرها، رحت لعند يما وقعدت نبكي. قلت لها علاش دير له كيما هكذا؟ وعلاش يا يما؟ هذا راهو بابا ومسكين دركا طاح في الركنه، لازم علينا احنا نحنوا عليه نرفدوه نعاونوه. على بالك بلي الهضره نتاعها والله نقسم لك بربي سبحانه غير جرحاته، غير هو ما حبش يبين. يما كشغل ما عجبهاش الحال، بصح ما حبتش تدير حكايه لانه هذاك النهار خلاص الحق ما كاش كاع كيفاه. هدنتني وقالت لي فوتيها وضربي النح، اليوم راهو عقب، بصح المره الجايه ندير لها حد اللي ولات تحشم بوها اللي راه معاق. ناسها كانوا جاو جابوا لنا جيكو نتاع الكبش وشويه خضره ومبلغ من المال ما على باليش قداه، وخاتم نتاع ذهب بزاف شباب. المهم هي شدتهم وقعدت فرحان. المهم الضحكه اللي كانت في فمها ضرست العقل تبان، كي شغل ما بورطلهاش كامل بباباها. بصح انا قاعده في وسط هذوك الجماعه فوق قلبي غير تقولوا بلي راني رايحه نكلاطي. حتى جوزتها كانت سقسات يما وقالت لها شيخك وقيله ماهوش حاضر، راني نشوف برا في الجماعه بلي ما كاشو. قالت لها اختي الصغيره بلا حشمه، بابا راح للصحراء، على بالك بلي مين داك يروح يخدم مده شهر ما يعرفش يولي للدار. خزرت وقالت لها ايه ربي عاونو. مهم انا ويما ما عجبناش الحال وبان علينا هاد الحاجه، مي بصح ما حبيناش نبينو قدامهم. قلنا لها ايه ايه عندها الحق، لا غالب الخبزه داتو لطرف الدنيا. وحتى يما كملت في الحكايه كي شغل صح كاينه منها. نسابنا كانوا خرجوا من الدار وانايا نحوس في هذيك اللحظه غير وقتاش نوصل عند اختي ونبهدلها. دخلت ليها لا شامبر لقيتها فرحانه بهذوك لي كادو ودراهم اللي جابوهم لها، وبدات تقول لي شوفي شوفي يا اختي العزيزه واش جابوا لي. خسرت وقلت لها ما تهمنيش واش جابوا لك، حاجه اللي تهمني الشي اللي درتيه على بابا، وديري مليح في بالك لو كان راهو رايح المره الجايه يتعاود نكشفك قدام ناس دارك نبهدلك هكذا باش يعرفوك واش تسوي باللي ما كيش مليحه. هي خزرت فيا وخلاص حسيت عينيها خرجوا. راكي حابه تفرقيني مع خطيبي، نقول لك غير هادي اللي ما راهيش رايحه تكون. راحت تبكي ليما، صار لها كيما هذاك المثل اللي يقول لك ضربني وبكى وسبقني وشتكى. وسمعت حتى بابا بالحكايه وكامل لاموني ومسحوا الموس فيا بلي انا ما رانيش حابه لها الخير وراني غايره منها، خاصه كي كانت هي صغيره في العمر وجاو خطبوها. اما انا نصيبي مازال ما تحركش، بصح نيتي والله العظيم ما راهي كامل من هذا النوع، بالعكس راهي اختي تخبطنا في كرش وحده. اختي كانت تخرجت وكملت الدراسه نتاعها، ثمك كانت ولات تقول لراجلها بلي خلاص لازم علينا نديروا العرس، رانا طولنا، وزيد الكلام نتاع الناس اللي ما راهوش يرحم. واش معناتها وحده تقعد مربوطه مع واحد بالعقد والفاتحه والخطبه وما كاش العرس؟ هنايا راح يكون تساؤل وتانيك هضره فارغه. حتى انا كنت نقولها بلي ايه لازم عليك تروحي وتتزوجي، كلي نسيت الحكايه القديمه نتاع بابا ودرت في بالي بلي ما راهيش رايحه تتكرر مره ثانيه، لكن كنت غالطه بزاف في حساباتي. والشي اللي عملاته اختي البابا في نهار عرسها ما راهوش رايح يتقبلوا العقل ابدا. المهم الحق النهار الفرحه نتاعها، اليامات اللي من قبل انا كنت نسقم لها وكانت يعني ولات علاقتي معاها مليحه ونسينا كل شيء. فرحت وبديت نربط لها في الجهاز بالحاشيه ندير كل شيء اللي ديروا العروسه. هي كانت غير قاعده متهليه في روحها بلي ماسك. الحق اجمل واسوأ نهار اللي هو 22 اوت، راني حنحكي لكم على اختي والعمله السوداء اللي دارتها في بابا.
مع الصباح كي نوضنا، واكيد راهي اي عائله دير هكذا، نوضنا على 3 نتاع الصباح باش نوجدوا الماكله، وحتى هي ثانيك دوشت فحفحت روحها هذاك الدوش الاخير وكانت توجهت لعند الحفافه جويه 7 نتاع الصباح. بصح الحاجه اللي لاحظتها في هذاك النهار هي انه بابا ما فطنش، ما ناضش كامل. انا تخلعت لانه بابا من عوايده وكل يوم ينوض يصلي الفجر في وقته، ومرات يروح مع جوارينا يعاونوه يصليه في الجامع. بصح هذاك النهار قعد راقد، دخلت للشومبرا قلت بالك بابا راهو مسكين كاش ما صاري له، بديت نراقب في التنفس نتاعو، شفت باللي كرشو تهبط تطلع نورمال. بصح هكذاك وما قنعنيش لانه بديت نفطن فيه، بصح هو والو ما استجاب ليش. عيط ليما وشفت قلت لها سمعي شوفي بابا ما راهوش قادر ينوض، وتانيك راهو يدور يتخبط من نومن، بالصحة والو سمعي وقيل راهو ميت. قالت لي بركي متكبري فيها، السيد راهو يتنفس عادي، شوفي كرشو برك تعطيك الخبر. بعد انا يطمنت وقلت لها على ما هوش حاب يفطن، قالت لي باين باللي راهو سهران البارح وما قدرش يرقد، تانيك ما تنسايش باللي بنته اليوم عرسها، وكيفاش رانا رايحين ندوه ونجيبوه. المهم هي بدات تخلط في الهضره، كلامها كان وسوسني بزاف، وبين لي باللي هي راهي متفاهمه مع اختي على حاجه، بصح لازم عليا نكتشفها. خرجت من هذيك الشومبره وغلقت الباب، قلت معليش خليه يرقد وخلاص. رحت بديت نفرز في اخر المستلزمات نتاع اختي اللي هما الكوزميتيك، قالت لي هاد لا غام نتاع الشامبو او ابري وكاع لازم عليا نديهم معايا اليوم، لانه هادو حبيت ندوش بيهم قبل ما نروح عروسه. خملتهم لها، لقيت واحد البوشيت صغيره في الوسط فيهم واحد الكاشيات تاع منع الحمل، هادوك عادي على بالي باللي كاين عرايس اللي ياكلوهم قبل ما الدخل نتاعهم. لكن الحاجه اللي خلات مخي مبلوكي، لقيت واحد السيرو الماركة نتاعو ماشي مفهومة. من بعد كي شميتو حسيت باللي فيه حاجة، رفت لا نوتيس نتاعو وبديت نقرا، لقيت هاد السيرو باللي راهو تاع الرقاد، وتانيك راهو رايح يرقد الانسان في 3 سوايع، يعني بوشون واحد يكفي بالغرض. انا يتخلعت رحت نجري عند اختي، قلت لها واش راكي تشربي فيه هذا؟ خزرت وقالت لي مين لقيتيه جيبيه لهنا من وقتاش تخربي لي في قشي؟ قلت لها يا اختي نسيتي باللي انا اللي طويته لك كامل، كيفاش هذاك تقولي لي علاش تخربي فيه؟ خزرت وهي مخلوعه. انا ثمك فهمت كامل الحكايه، والذكاء نتاعي خلاني نستنتج بانه اختي دارت منوم البابا، لهذا ما قدرش ينوض مع الصباح. حبيت نروح لعند يما ونسقسيها باش هكذا نتاكد ونشوف الا راني غلطه ولا لا. خزرت فيا ورفتت هذيك القرعه للسما وخبطتها في الارض، قالت لي خسرتي لي الفرحه نتاع بنتي في المهيبه نتاعها، وراكي حابه تعاودي تخسري فرحه عرسها، خلينا انا على بليس علاش راكي تكبري في الحكايه هذه اللي مخي ماهوش مستوعبها. شفت فيها قلت لها صار هكذا انت راكي متفاهمه معاها، معناتها رقدت بابا باش هكذا واحد ما يفيق له باللي راهو فوق كرسي متحرك. قول لك حاجه والله ما تنحشمو، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ما رانيش رايحه نحضر هذا العرس. في هذيك الدقيقه كانت دخلت اختي، جات من عند الحفافه، كانت معدله وشابه بزاف. رحت نجري لعندها شديتها من يدها وقلت لها باباك ما يحضرش عرسك، شكون راهو رايح يخرجك تحت جناحه؟ افهمي يا بنتي بلي هذا راهو باباك. هي شافته قالت لي على بالي بابا ونحبه ونعزه ونموت عليه اكثر منك، بصح واش راكي حابه؟ يخرجني تحت جناح الكرسي ماشي تحت جناحه. ثم كنت راح نضربها بوحد الكف نرميها في الارض، كي شغل خلاص وليت ما نتحملش الكلام نتاعها. شديت روحي لواحد الدرجه ما تتصوروهاش، رحت للشومبرا اللي كان قاعد فيها بابا، درت كرسي وقابلته، قلت نستناه حتى يفطن. من بعد نسمع في الصغاريت برا، جاو نسابنا داو العروسة، وكان فات عرس بزاف شباب على حسب واش قالت لي بنت عمي، وتانيك التصديرة نتاعها كانت كامل هايلة. بصح اللي صار مور زواجها ما راكمش رايحين كاع تستناوه. الحق الصبوحين تاع اختي وتم كانت الكارثة، كاع سقساو على بابا، وتانيك خبرونا بلي ما شفناهش في العرس. اكيد راكي رايحه تخبيه نهار يكون لها راج وكاع، مي كي تتكلم الحاله وينقصوا الذر ما راكيش رايحه تقدري. ثم هي يما بقات غير تأتأ ما عرفتش واش تجاوبهم. اختي كي هضرت معاهم وقالت لهم باللي بابا راهو خدام وما قدرش يحضر، لانه المعلم نتاعهم قال لهم لازم عليكم تبقاو في هاد الايامات راهي كاينه الخدمه بزاف. المهم هما ما قنعوش وما فهموش، حسوا باللي راهي متضاربه مع بابا وبابا ماهوش يحبها، فهمتوني؟ يعني دارت تيكي في عمرها بلا والو. بعد ما فاتوا يامات
بابا قعد في الدار ودايما راه حاب يشوف دار بنته، حاب يشوفها توحشها، كانت دايما منساتو قاعده قدامه. انا بديت نصبر فيه ونقول له بلي ما تقلقش وما تحيرش عليها، هي راهي متهنيه، وكنت خبرته بلي هي راهي داس على ناس دارها بلي انت راك معوق، حشمانه بيك. هو غادو الحال، ومن بعد الدمعه ولات في عينه تطيح خلاص، حسيت بلي قلبه راهو مكوي على بنته وعلى العمله اللي كانت دارتها. بعدها انا يا سكت وكلت امري لربي سبحانه، وليت هكا ندير الواجب، نروح مع يما نزوروها عادي، بصح اللي في القلب في القلب. بعد مرور عام تقريبا اختي كانت رفدت بالحمل، وكي كانت تجي لعند نظيفه دائما تقنع بابا وتقول له اسمح لي والله ما نيتي زعما نجرحك ولا، بصح راك تعرف الناس اجناس وراهم رايحين يعايروني غدوه من غدوه. اختي كي كانت ولدت جابت واحد الطفل اللي هو معوق، يعني رجليه معوجين، واكيد كي يكبر ما راهوش رايح يقدر يتمشى. هذا كلام الاطباء. انا حزنت بزاف على هذا الخبر اللي كنت سمعته من عند ناس دارها، هي حتى اصلا ما حبتش تخبرني عليه، يعني كانت مخبيه. ثم قررت وحست بالندامة، قالت لازم عليا نخبر راجلي باللي راهو بابا متعوق وراني داس عليك هاد الحاجة مدة سنوات، اكيد هو راهو رايح يزعف وما يتقبلش هاد الحاجة. لكن خلاص ما قعد لي صبر، حست بهداك تأنيب الضمير، جات البابا ودايما تقعد تبكي على كرعيه تقول له اسمح لي يا بابا، اسمح لي على الشي اللي كنت عملته. مهم هي قررت وفتحت الموضوع مع راجلها، هو تقبل الفكرة وجاتو حاجة نورمال، اصلا قالها هذه حاجة ربي والمرض ربي سبحانه اللي مدو. والتوقعات نتاع اختي كامل كانت صحيحة، لانه بعد ما فاتت مدة ولدها بدا يكبر، ويعني ولا ما يقدرش يتمشى، دايما رافدينو مسكين. من وراها عجوزتها ولات دايما تعايرها وتقول لها باللي ولدك كي راه مريض هكذا من كرعيه راهو وراثي، لانه باباك راه معوق. انا اصلا بابا مسكين حكمته لا طونسيون، ما راهيش هاد الحاجه فيه من اللي زاد. هنا تفهموا باللي كاين الناس ما يخافوش ربي، يتجرحوا بالكلام، من بينهم اختي، اختي من لحمي ودمي اللي كانت تجرح في بابا قدام عينينا وحنا ساكتين. اما درقا رانا حنا اللي مجروحين من الكلام اللي راهي تهدر فيه عجوزتها على ولدها. اختي درقا راهي ندمان على الحوايج كامل اللي كانت دارتهم في بابا، لكن بعد واش؟ بعد ما القلب تكوى ونجرح. هذه كانت قصتي، ولا نقول لكم قصة اختي السيئة اللي ما دارتش حساباتها لواش راه رايح يصرى مستقبلا. مهم انايا كنت نحبه بزاف ونموت عليه ومازالني الى يومنا هذا، ربي ان شاء الله يخليه لينا ويخليه تاج فوق ريصنا. اللي عندها والديها تستحفظ عليهم وتحبهم وتقدرهم مهما كانت الظروف، واكيد لا محال راهو جاي النهار اللي فارقوا فيه الحياة وما تبقى منهم الا الذكريات نتاوعهم. حكاية اختي ما على باليش الا فيها عبرة ولا لا، لا باش تعرفوا برك باللي كاين حاجة اسمها القلب القاسح، وكاين حاجة تانيك اسمها القلب اللين الحنين، كيما بابا اللي سامح اختي على العمايل كامل انت وحالي دارتهم، رغم انه انا ما قدرتش ننسى. بصح هو مسكين دايما يقول لي بلي نورمال ما تعرفش راها صغيرة. وقبل ما نكمل حكايتي ونودعكم نقولكم ادعوا لي ببرنوس ستر، كيما انا كيف اي بنت راني حابة نتزوج وندير دار وندير وليدات.